معي أحد المتظاهرين الذين خرجوا الآن في ساحة الحبوب ليشرح لنا وكذلك ليبين لنا. طبعا اليوم أنتم في ساحة الحبوب تعلنون الاعتصام والتظاهر ضد قانون الانتخابات، قانون مجالس المحافظات. ممكن نتعرف من خلالك ماذا تريدون وما هي المطالب التي خرجتم من أجلها؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. بداية تحياتي لكم ولكل قنواتكم الموقرة. احنا اليوم في ساحة الحبوبي، اليوم احنا لتواجدنا هنا حفاظا على تضحياتنا. احنا منذ انطلاق ثورة تشرين كلفنا التغيير حوالي اكثر من 800 شهيد ونحو 30 الف جريح. احنا من طلعنا من هاي وطينا هاي التضحيات كلها من اجل الاصلاح. فالآية الاحزاب تحاول الهيمنة على مؤسسات الدولة وحاول الهيمنة على قرارات الشعب، واحنا من خلال منبر قناتكم نقول للاحزاب احنا باقين ومستمرين وماكو شيء يعلو فوق اراده الشعب. احنا مستمرين هنا لرفض كل قوانين المحاصصه، قانون سايت ليكو، قانون مجالس المحاصصه، مجالس المحافظه. بالتالي احنا هنا متواجدين ان شاء الله ومستعدين لاي خطوات سواء بالسلميه او غيرها. نعم، ما هي الخطوات المستقبليه طبعا لرفض هذا القانون؟ ان شاء الله خطواتنا كل الأحزاب وكل اللي قبلهم يعرفون شنو هم. فإحنا نستمر بالسلمية إن شاء الله ونستمر بحقن الدم، ما رج تنجر في الأمور. إحنا هنا بساحة قلب على قلب تراسي، خاف ما يقولون إنه ساحة الحبوبي ساحة الشقاقات أكو خلافات. لا، إحنا الخلافات عفو قوانين الأحزاب وكل شيء صب للأحزاب، إحنا هنا بساحة الحبوبي وحدنا إن شاء الله مستمرين لأي خطوات تصعيدية. نعم، شكرا. بكل تأكيد طبعا مستمرين وياكم طبعا بهذه التغطية الخاصة طبعا من مدينة الناصرية ومن ساحة الحبوبي تحديدا. السلام عليكم وحياكم. عليكم السلام ورحمة الله. اليوم لكم مطالب طبعا من خلال الاعتصام والتظاهر لرفض قانون سانتريغو الذي صوت عليه مؤخرا في مجلس النواب. ما هي المطالب وشنو اللي دعاكم للخروج بهذه التظاهرة؟ قانون سانتريغو هو قانون لظلم الشعب ولتأهيل الأحزاب الحاكمة. قانون سانتليغو هو قانون ظلم الفقير، فإحنا ما نريد ينظلم الفقير بسبب هذا القانون. البلد وسيادة البلد على عينه وعلى رأسه. هذا القانون اللي دمروا به الشعب العراقي خلي يغيرونه، شيء طبيعي ترى يتغير. ما عجبنا قانون نغير غير قانون، شيء طبيعي. يعني ليش هسه هذا الكم الإعلام اللي جاي يصير عليه ومسوين القانون نازل بوحده والقانون؟ نعم. احنا ويا القانون، بس هذا القانون ما جاي يخدم الفقراء. اول شيء ما جاي يخدم المعاقين، المعاق ما له اي حق بالقانون، ما جاي يخدم الفئات القليله، ما جاي يخدم اكو الشعب بمكوناته. هواي اكو هواي مكونات مظلومه بهذا القانون. فتغيير القانون واجب وطني، واحنا كابناء الناصريه وكزلم الناصريه نوجه رساله الى الحكومه المركزيه ونقول لهم اسرعوا بتغيير قانون سانتليغو، لان قانون سانتليغو مو بمصلحه الشعب، مو بمصلحه الفقير، بمصلحه السياسه وبمصلحه السياسه الحاكمه على مود تطوير احزابهم وتطوير كتلهم. فاحنا نريد الفقير. ليش الفقير ما جاي يصعد؟ سببه الكتل الكبيره.